العربي الذي يفهم، ليس العلوج الذين يفهمون هذه المعاني، الذين هم بعيدون كل البعد عن معاني القرآن وبلاغته وفصاحته. من أبجديات الأمور مثل آية الوضوء، كيف أولوها على غسل الأرجل، وهي أوضح ما تكون في أول السنوات التي يدرس بها أحدنا العربية، يدرك ذلك، يعرف الكلمات تعطف على ماذا، ومتى تنصب الكلمة ومتى ترفع.